لا زالت الطائرات التركية المسيرة التابعة للحشد الميليشياوي مستمرة في قصف المدنيين والمدن الآمنة، آخرها قصف المدنيين في مدينة تارود، والذي استنكره مجلسها البلدي مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الأحياء المدنية من قبل الطيران التركي المسير. التدخل التركي السافر في ليبيا لم يعد يقتصر على شؤون البلاد السياسية والاقتصادية، بل أصبح التدخل الآن تدخلاً مباشراً. كيف لا؟ ومن يقاتل الجيش الوطني بالمنطقة الغربية هي الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الصخيرات الإرهابية، ذراع تركيا التي تنفذ مخططاتها. من جانبه قال المتحدث العسكري بأن المتغيرات في معركة طرابلس هو دخول الأتراك بشكل مباشر، حيث أصبح هناك معركة مفتوحة بين الجيش الوطني والأتراك في العاصمة طرابلس. القوات الجوية أعلنت عديد المرات عن تدميرها للطائرات التركية المسيرة وغرف التحكم بها بقاعدتين مصراتة وأمريكية الجويتين. هذا وتواصل القوات المسلحة استهداف الطيران التركي المسير الذي يستهدف المدنيين ويدمر ممتلكاته. كما أعلن التوجيه المعنوي بالجيش الوطني بأن القوات المسلحة تتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وتستعد لتحرير العاصمة طرابلس من براثن الإرهاب والظلاميين. هذا وتشهد محاور القتال بالعاصمة وصول تعزيزات كبيرة لوحدات الجيش الوطني المرابطة في طرابلس لحسم المعركة والقضاء على الميليشيات الإرهابية ومن يدعمها. محمد منصور، ليبيا الحديث.